السلام عليكم. حنا السبب ديالنا هو ان عندنا واحد الملف في المحكمه ديال الاستئناف، حكم ابتدائي ديالو ما نصفناش، كنشوفوا حنا ما نصفناش، وكنتمنوا هنا في محكمه الاستئناف ان الهيئه تاخذ هذا الملف هذا بواحد الجديه ان شاء الله، وحنا نثقوا في العداله المغربيه، وكنتمنوا على ان ينصفونا على اساس ان نشوفوا الحق ديال هاد 514 يرجع ليها، ولا هذا هو اللي كنطلبوه ان شاء الله. يعني الحكم باش انتهى دابا، حنا الملف هذا حنا حطينا الشكايه ديالنا في شهر 12 2016، ومن هذاك الوقت وحنا مجرجرين في المحكمه. تقول الحكم صدر الحكم في 19/1/2022، حصلنا على نسخه من الحكم بتاريخ شهر 1/2023، ومشى الملف في محكمه الاستئناف، ودابا حنايا راه في محكمه الاستئناف. دابا الاخوان ديالنا المنخرطين معنا راهم داخلين القاعه 6 كينتظروا ان نقاش الملف ديالنا ان شاء الله. وحنا كما كنقولوا حنا عندنا ثقه في العداله، عندنا ثقه في الاجهزه الصاهره على 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 هاد الملفات كاملين، كيف ما يكون النوع ديالها، رغم ان الملفات ديال الوداديه ريحتهم عطات طاقتو في المغرب، وخاصه ان حنا راه كنقولوه بينا هذا الملف ديالنا مرتبط بالملف ديال بن سليمان. علاش؟ لان نفس الاشخاص اللي نصبوا في بن سليمان هما اللي نصبوا علينا حنا هنايا. راه هذاك اللي تحكم عليه في بن سليمان وفي المنصوريه، راه الرئيس ديال تما كاين، راه هو الكاتب العام ديالنا حنا. اذا كاينه واحد العلاقه ديال واحد العصابه اللي هي كتحتال على 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 المواطنين المغاربه. اذا خاص شي مسائل اللي تقنن هاد الوداديات باش يحدوا من هاد الخطوره اللي كاينه. وحنا عندنا هاد المشكل هذا، راه 514 واحد راه من 2004 حتى 2016 حتى جاوا المكتب جديد ولقى واحد الخروقات كبيره وعراقيل كبيره اللي تسبب فيها المكتب القديم، يعني الرئيس القديم. وكاين هنا اعترافات ديال اعضاء المكتب ديال 2013 اللي كيعترفوا لنا بان الرئيس القديم بانه انصب على 514 واحد وتعاون مع واحد شركات اللي هما جاوا نصبوا علينا وداروا ليكيداسيون ديال الشركات بعد ما عرفوا بان المكتب غادي يوقف على الملف ديالو اونيفو ديال القضاء. ونتمنى والله ان المحكمه تنصفنا. المبالغ الماليه اللي تعطات دابا حنا بالنسبه لنا الملف وصل تقريبا 34 مليار اللي وصل. وحنا نهار الاول فاش دخلنا حنا كالوداديه، حنا كنا في حقيقه الملف ديالنا، حنا انا تقدمت على اساس انني غنحصل على بنغالو في سيدي رحال. داز عام ولا البنغالو في سميتو في نهارزة الساحل، يعني خرجنا من اقليم برشيد ولينا في سميتو في اقليم جديده. اشنو طرا؟ ما عرفناش شنو طرا. كانت الارض تشرات في سيدي رحال ومن بعد تباعت. كيفاش الطريقه تباعت؟ لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. حنا ما فهمناش. ومن هذاك الوقت كنقول لك من 2004 حتى 2016 جا مكتب جديد. هذا المكتب الجديد وقف على عده خروقات عندها علاقه بتهريب الاموال، عندها علاقه بمسائل اللي هي تقنيه. والمشروع هذيك الساعه فاش جينا حنا في 2016 هو توقف من سنه 2012، هو واقف لاسباب تقنيه كيعرفها الرئيس السابق هو اللي كيعرفها، وكان ساكت عليها ودار استقاله غير قانونيه بلا ما يعلم حتى شي حد. نهار وقفنا عليه قال لك انا مستقل دوبوي 2014. ايوا حنا نتمنى والله كما قلت لك ان في محكمه الاستئناف تنظر بزاف ديال النقاط وتطرح بزاف النقاش على اساس باش تنصف هاد 514 منخرط. الوداديه شنو سميتها؟ وداديه موظفي الماليه للصيف والسكن.
دابا الاخوان ديالكم داخلين المحكمة؟ دابا داخلين الجلسة، راهم كاينين داخلين دابا الجلسة. أنا خرجت على أساس قال لي بأن كاين إعلاميين واقفين كيتسناونا، أنا خرجت باش نعطي الكلمة. السلام عليكم، انا منخرط في الوداديه السكنيه ديال الجولدن بيتش، وعندي اضافه بالنسبه للشيء اللي قال السيد الرئيس. انا بالنسبه ليا المشروع ديالنا تقريبا راه بفضل المكتب الجديد ديال 2016 راه قدرنا نخرجوا للبر الامان، ولكن كنطالبوا بالحق المدني ديالنا والتعويضات ديالنا على هذا الروطار اللي دار وهاد التماطل وهاد الاختلاسات. وفضل هاد المغرب الجديد وهاد التطلعات اللي كاينين ديال في جميع المجالات، راه ما يمكن للقضاء الا يواكب هاد المستجدات التطلعات وهذا. الور حنا طامعين في القضاء، انصفنا طامعين فيه بزاف، انصفنا. الاخوان راهما في القاعه. نعم، هي استئنافيه هذه، ما كانت الجلسه الثانيه هذه. الحكم الابتدائي الحكم الابتدائي تحكم، انا معليش ما عنديش عليه الاطلاع، وانما ما كانش في المستوى المطلوب، داكشي علاش الجزء من الاستئناف. الحكم المهم انا كنطلب الحكم عادل، يكون عادل، يكون عادل، يكون غير عادل، ما بغيناش القسوة لتا واحد، حنا يكون عادل، بغينا الحق ديالنا. و 514 لواحد راه ماشي ساهلة، ومنهم 50% من الجالية المغربية، ألور عندنا ولاو عندنا ولات عندنا سمعة حتى في الخارج سيئة بالنسبة للوداديات. شحال من المبالغ المالية اللي عطيتكم؟ حنا دابري هذاك التقييم اللي قيموا لنا في الأول ب 32 مليون باش غادي يتقام المشروع، باش غيتقام البنغالو ديالك تسلمو، وصلنا ل 71 مليون يعني الدوبل، وما خديناش المشروع ديالنا. الور هذا راه باين هذا الشيء، هذا واضح الاختلاس بلا ما اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.